سجلت مملكه البحرين انخفاضا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. نعم حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر إحصائية لها تسجيل 40 حاله قائمه جديده منها 12 حاله لعماله وافده و 21 حاله لمخالطين لحالات قائمه اضافه الى سبع حالات قادمه من الخارج في حين لم تسجل اي حاله وفيات خلال اليوم. فيما أعلنت الوزارة تعافية 29 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 322 حالة